في عمان على الثورة اليمنية دائما ما نسمع صرخات ضحايا من قتلوا في هذه الثورة وكذلك الجرحى، ما الذي فعلته من أجلهم؟ لابد من أن يكون هناك إنصاف للضحايا حتى يتحقق السلام في اليمن، وهناك تدابير عملية لم تكتمل بعد، وفي مقدمة ذلك صدور قرار جمهوري بتشكيل لجنة التحقيق المستقلة، ولكن حتى الآن لم تسمى هذه اللجنة. لماذا تأخر إلى هذا الوقت هذا القرار؟ الحقيقة هذا القرار هو بيد رئيس الجمهورية، وأعتقد أنه قد تأخر ويجب أن يصدر في أقرب وقت ممكن لكي تباشر هذه اللجنة تحقيقاتها. هل سيصدر قريب؟ ما الذي يعيقه؟ ما العائق؟ أنا لا أعلم ما الذي يعيقه، ولكني أعلم أنه يجب أن يصدر هذا القرار. طيب، وقانون العدالة الانتقالية أيضا صدر أو يعني ذهب من الرئيس إلى البرلمان، وأنت شخصيا أبديت استغراب أنه مر إلى البرلمان وهو بهذه الصيغة، لماذا؟ القانون العدالة الانتقالية الحقيقة هو لا يزال لدى الرئيس، وما ذهب إلى البرلمان هو مشروع قانون وضعه المؤتمر الشعبي العام، وهو لا ينصف الضحايا ولا يعالج مشكلات ومآسي الماضي وانتهاك حقوق الإنسان، وفقط أريد به ربما استهلاك الوقت. أنت تقول هذا الكلام وأنت في الحكومة، فماذا يجب أن يقول أهالي الضحايا؟ ما الذي سيحدث بشأنه إذا كان بهذه الصورة القاصرة جدا على حسب وصفك؟ لا، ذلك القانون لا يجب أن يمر ويجب أن يسحب من البرلمان، ورئيس الوزراء وعد فريق مجلس الأمن الذي زار صنعاء بأن الرئيس سوف يقوم بسحب ذلك القانون وتقديم القانون الذي أعد من قبل وزارة الشؤون القانونية. بعد استلامكم تسلمكم لمهام الحكومة والحكم أيضا، وعدتم بأنكم سوف تعوضون أهالي الضحايا وتعويض الجرحى وما شابه ذلك، ولم يتم هذا الأمر، لماذا؟ التعويض الحقيقي لن يكون إلا بتحقيق العدالة الانتقالية، والعدالة الانتقالية التعويض ليس مادي فقط، وإنما هناك إجراءات وتدابير متعددة تتعلق بالعدالة الانتقالية، ولكن مشروع القانون إلى الآن لا يزال معاق، وأنا باعتقادي أن أي إجراءات أخرى هي وقتية ومعالجة جزئية، لكن المعالجة الحقيقية لن تتم إلا بالعدالة الانتقالية. وما هذا الذي حدث اليوم أمام مقر الرئاسة، رئاسة الوزراء، والاعتداء على المعتصمين من الجرحى بهذا الشكل؟ يعني بدت الحكومة وكأنها تعبر عن استيائها مما فعلته هي نفسها. الحقيقة هذا الاعتداء على الجرحى وعلى الثوار المتضامنين معهم وعلى النائب أحمد سيف حاشد هو تعدي على الحكومة. نحن كنا في اجتماع مجلس الوزراء ولم يكن أحد منا يعلم أن ذلك الأمر قد حدث أو أنه يمكن أن يحدث، وأنا أعتقد أن هناك عناصر لا زالت تعمل في إطار أجهزة الأمن لزعزعة الأوضاع ولأيضا تشويه صورة الثورة وأيضا إحراج حكومة الوفاق الوطني. دكتور محمد.